فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ذكر المؤلف في الحلقة السالفة ما ابتلي به أهل الكتاب من قسوة القلوب، ثم قال: وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسبون إلى علم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب، يرى ذلك من له بصيرة، فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله، ولهذا كان السلف يحذرونهم هذا. ثم ذكر تحذير أبي موسى رضي الله عنه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله أورد الآيات الدالة في تصرفات بني إسرائيل مع كتبهم المنزلة وقسوة قلوبهم ونقضهم لعهد الله عز وجل، حذر، قال الشيخ رحمه الله: ومن هذه الأمة من أخذ بنصيب من هذه الصفات الذميمة وتشبه باليهود، فنقض عهد الله وأضاع الصلاة وعطل الزكاة، وأيضا قد ينال الرسل منه من ذمه ومن اعتدائه حتى على المرسلين والأنبياء، ما بالك بالعلماء والصالحين، فاستطال شرهم. ولذلك منهم من يعترض على آيات القرآن وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من المتشبهين باليهود في هذا الأمر. وعلى المسلم أن يحترم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم شعائر الله ويعظم حرمات الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمسلم يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين، لكن من غير غلو، ولا يفرط في حقهم أو يتساهل في حقهم أو يجحد نبوة أحد منهم أو يتنقص أحدا منهم ولو أقر بنبوته. لا يجوز لأحد أن يتنقص نبيا من الأنبياء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى، لا تفضلوني، لأن المفاضلة من باب الفخر هذا أمر، وتنقص المفضول هذا أمر لا يجوز، أما المفاضلة من باب التحدث بنعمة الله عز وجل من غير تنقص للمفضول فهذا لا بأس به. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فالله فضل بعض الرسل على بعض. لكن أننا نتخذ هذا تنقصا للمفضول أو افتخارا بالفاضل فهذا أمر لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك من بعض الكتاب تنقص كليم الله موسى عليه السلام، وصفه بالغلظة والشدة، ووصفه بأوصاف ذميمة، فهذا من التجري على رسل الله عز وجل، على رسل الله عليهم الصلاة والسلام.